الثالثة قسم الإذاعة والتلفزيون. أهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات الإعلان الإذاعي والتلفزيون. النهاردة إن شاء الله هناخد محاضرة بعنوان تحرير الإعلان الإذاعي أو كتابة الإعلان الإذاعي. تحرير الإعلان الإذاعي أو كتابة الإعلان الإذاعي من المحاضرات المهمة أو اللي عاوزك تاخد بالك منها وتركز على مجموعة نقاط مهمة فيها. وزي ما سبق وقلت لكم ان احنا بنعمل في المحاضرة الباوربوينت والشرح على الباوربوينت ده تقريبا حوالي من 70% من الورد اللي هيجي منه امتحان او البي دي اف، يعني ده اللي هو الورد الكلام اللي هو النقاط الرئيسية بالشرح بتاعه، لكن هو ده تقريبا 100% من الورد او البي دي اف من العناصر الرئيسية في الامتحان. يعني انا بجيب لك العناصر الرئيسية وورد بسيط جدا علشان تقدر تفهم منه، لكن بقية الشرح انا بستكمله بالصوت بتاعي. طيب النهاردة بنقول هنتكلم عن تحرير الاعلان الاذاعي والتلفزيوني. تحرير الاعلان الاذاعي، اي واحد او اي كاتب او اي فنان او اي مؤلف للاعلانات الاذاعية علشان يكتب اعلان اذاعي الهدف منه ايه؟ ثلاث نقاط رئيسية: انه يجذب عدد كبير من الناس للسلعة بتاعته، او انه يحولهم من سلعة الى سلعة اخرى، او انه بيخلق حاجة عند المستمعين دول لهذه السلعة. يعني انا دلوقتي وانا راح اعمل اعلان عندي ثلاث نقاط رئيسيين بركز عليهم. اول حاجة اني بكون جمهور لسلعة جديدة اول مرة محدش يعرف عنها حاجة، او عندي سلعة موجودة وبعمل سلعة مشابهة ليها او مثيلة ليها فبخلي الناس تتحول من هذه السلعة اللي موجودة لسلعتي، او اني بخلق حاجة او حالة من الاحتياج عند هؤلاء الناس او عند هذا الجمهور الى السلعة بتاعتي. وبالتدريب وبالتفكير بتظهر عندي الفكرة بتاعت اختيار الأفكار بتاعت الإعلانات. فأهم نقطة عندي في تحرير الإعلان الإذاعي والتلفزيوني هي نقطتين مهمين عاوز نتكلم عليهم، هما البحث عن فكرة للإعلان، والنقطة الثانية هي أني أبقى عارف مكانة السلعة من حيث المدة الزمنية أو الجدة الزمنية أو الحداثة الزمنية زي ما تحب تسميها سميها. يعني انا هكتب اعلان اذاعي وتلفزيوني لازم ادور على نقطتين رئيسيين او على حاجتين مهمين. اول حاجة ان ببحث عن فكرة الاعلان، اتنين ابقى عارف مكانة السلعة دي من حيث الجدة او الحداثة الزمنية. طيب ببحث عن فكرة الاعلان، لما باجي ابحث عن فكرة اعلان بشوف ايه الفكرة اللي ممكن تستحوذ على المشاهد او على المستمع، بما اني بتكلم عن الاعلان الاذاعي، وتجعله بيتقبل هذه السلعة ويقبل عليها. فمثلا انا عندي عدة انواع من السلع مثلا، او عندي وليكن نوع معين من الصابون مثلا، في انواع كتيرة ومتعددة من الصابون مثلا، فانا عاوز اعمل اعلان عن نوع معين من الصابون. الفكرة بتاعتي هنا بتحتم عليا اني ابدأ اعمل ايه؟ ابدأ اعمل مقارنة بين نوع الصابون اللي انا بعمل عنه اعلان بالانواع الاخرى اللي موجودة بالسوق. ببدأ استعرض مزايا السلعة، ايه الفائدة بتاعتها، هل هي مثل مثيلتها في السلع الاخرى ولا هي بتختلف عنهم في اشياء زي مثلا جودة الصنف، جودة الخامة، كمان ممكن في قلة المواد الكاوية او المواد الضارة اللي ممكن تكون مستخدمة في تأثيرها على البشرة. يبقى انا دلوقتي لما اجي ابحث عن فكرة اعلان بشوف ايه الحاجات اللي بتخلي السلع بتاعتي يتم تقبلها عن باقي السلع. ضربت لك مثال وقلت لك وليكن عندي سلعة زي الصابون، في عدي اشكال كتيرة او من الصابون وانواع كتيرة، لكن انا ممكن اركز على النوع بتاعي في ايه؟ اني اركز على ميزة من المزايا بتاعته، وليكن جودة الصنف بتاعه، الخامة بتاعته، قلة المواد الكاوية او المواد التي تؤثر بالسلب على البشر. رقم اتنين، عاوز اعرف ايه هي مكانة السلعة من حيث الجدة الزمنية. مكانة السلعة من حيث الجدة الزمنية، السلع عندي في السوق ثلاث انواع
او ثلاث اشكال من حيث المدة الزمنية. السلعة الاولى الاولانية اللي هي بتكون ايه، اللي هي بتكون جديدة تماما على الجمهور ومحدش يعرف عنها حاجة، وبيسعى المعلن الى جذب اكبر عدد من المشترين لهذه السلعة لتصرفها، وفي الحالة دي ها بيذكر كل ما يتعلق بالسلعة ويهم الجمهور. يبقى انا دلوقتي اول حاجة وانا بكتب الاعلان لازم ابحث عن فكرة الاعلان، والفكرة بتاعتي هي اللي بتستحوذ على المستمع وبتجعله يتقبل ايه الاعلان بسهولة. وقلت لكم ان انا بذكر الحاجات المميزة للايه للمادة بتاعتي او للسلعة بتاعتي عن باقي زميلاتها او عن مثيلاتها في السوق. طيب رقم 2، مكانة السلعة. مكانة السلعة من حيث الحداثة الزمنية، وانا قلت لكم ان احنا عندنا السلعة بتنقسم الى 3 انواع، قد تكون سلعة جديدة تماما، والسلعة الجديدة تماما ديت انا ببدأ اعمل ايه، ببدأ اعرف الجمهور بالسلعة المعلن عنها علشان ابدأ اجذب اكبر عدد من المشترين لتصريف هذه السلعة. طيب رقم 2، السلع التي توجد في الاسواق منذ فترة ولها مستهلكين، لكن هذه السلعة في حالة تنافس مع مثيلتها في الأسواق. يبقى أنا أول حاجة سلعة جديدة خالص من حيث الحداثة، رقم 2 سلعة موجودة في السوق منذ فترة ولها مستهلكين، ولكن السلعة دي في حالة تنافس مع مثيلتها في الأسواق. فأنا بعمل إيه؟ ببدأ السلعة دي أذكر الجمهور بيها، ببدأ أقول له إن أنا عندي مميزات مش موجودة في أي سلع أخرى، ببدأ أخلي الإعلان بتاعي يركز على بعض الأشياء اللي مش موجودة في السلع المنافسة في السوق. فبنقول إن السلع اللي بتوجد في الأسواق وبتكون لها حالة تنافس بترغب في القضاء على منافسيها، وفي الحالة دي الإعلان بيوضح الجوانب اللي بتتميز بها السلعة عن إيه منافسيها في الجودة أو في الميزة أو في أي حاجة من السلع. النوع الثالث من السلع اللي موجود عندي في السوق هو سلعة ذات شهرة والتي لها مكانة. سلعة لها شهرة كبيرة ولها مكانة في السوق، لكن العالم دايما بيكون فيه تغيير كتير أو سريع التغير، وبيحتاج إلى إيه؟ بيحتاج إلى الإبهار، بيحتاج إلى كل ما هو جديد، بيحتاج إلى جذب النظر، بيحتاج إلى التحديث، بيحتاج إلى إدخال المبتكرات الجديدة على السلعة بتاعتي من حين إلى آخر. وده بيكون من الحاجات المهمة قوي اللي بتساعد الشخص المعلن عن السلعة بتاعته أو بتدله على النقاط الرئيسية اللي ممكن يستخدمها في الإعلان بتاعه. يبقى أنا دلوقتي وأنا بكتب الإعلان بتاعي ببحث عن حاجتين، أول حاجة البحث عن فكرة الإعلان، والتاني حاجة إن أنا بشوف مكانة السلعة، هل أنا بعمل إعلان لسلعة جديدة أول مرة، ولا بعمل إعلان لسلعة في ليها منافسين موجودين في السوق، ولا بعمل إعلان لسلعة مشهورة جدا وأنا عاوز أواكب التغير اللي حاصل في العالم أو في العصر، فببدأ أغير وببدأ أعدل وببدأ أشوف إيه هي الحاجات المبتكرات الجديدة اللي ممكن يتم إضافتها على هذه السلعة. طيب بقى عندي حاجة مهمة كمان، ايه هي مبادئ كتابة الاعلان الجيد؟ مبادئ كتابة الاعلان الجيد، عشان اكتب اعلان جيد او مقبول او كويس او يحقق نجاح كبير، اولا لازم اجمع جميع الحقائق عن السلعة، لازم اجمع جميع الحقائق والمعلومات عن السلعة. السلعة اللي انا هعمل عنها اعلان دي لابد ان انا اكون عارف كل شيء عنها علشان اقدر افيد او اقدر اتحدث عنها او اقدر ابرز مزاياها وايجابياتها. 2، يجب تحديد عدد الافكار قدر المستطاع. يبقى انا دلوقتي عندي افكار كتير قوي ومعلومات كتير قوي، بس انا هحدد الافكار دي واركز على افكار مهمه جدا قدر المستطاع. ليه؟ عشان ما يحصلش تشتيت للمستمع. كمان عندي حاجه مهمه قوي، ان عندي فكره رئيسيه في الاعلان لازم اعمل على دعم هذه الفكره الرئيسيه، وان يكون عندي بعض الافكار الفرعيه اللي بتدعم الفكره الرئيسيه. كمان لازم احط حاجه مهمه في اعتباري، ان لازم يكون اسم السلعة موجود في البداية، ببادر بوضع اسم السلعة في البداية. وقلت لكم ان الاعلان اللي هو مدته 30 ثانية بيبدأ يكرر اسم السلعة مرتين، لكن الاعلان اللي ممكن يكون 60 ثانية بيكرر اسم السلعة 4 مرات. المهم ان في كلا
او في كل الاحوال لازم اكرر اسم السلعه، ولازم يكون دايما اسم السلعه في بدايه الاعلان. كمان بنتقي الجمل حسب قيمتها الصوتيه. ليه؟ لاني انا بكتب للعين، لاني انا بكتب للاذن وليس للعين. بنتقي الجمل حسب قيمتها الصوتيه اللي لها جرس صوتي او لها نغم صوتي او لها سجع صوتي، لاني انا بكتب جمل بيتم سماعها ولا يتم رؤيتها. كمان اقرا النص بصوت مرتفع علشان اعرف ان ايه هي العيوب اللي ممكن يقع فيها الشخص اللي هيتم او اللي هيقرا الاعلان. بتخيل علشان احقق نجاح في كتابة الاعلان الجيد اني بكتب الاعلان لمستمع واحد بس علشان اقدر احقق النجاح في الاعلان بتاعي. ابدا ابحث عن الايقاع في النص الاذاعي دون المغالاة فيه. ابدا استخدم صيغة المخاطب ان الاعلان بتاعي يكون محدد. في الاخر خالص وانا بكتب اعلان جيد لازم اراجع ما تم كتابته علشان اتوصل الى النقاط الرئيسية او المهمه في الاعلان بتاعتي، او ان كان هناك بعض الايجابيات او السلبيات في الاعلان بتاعي. طيب كيف تكتب سيناريو للاعلان؟ انا وانا بكتب سيناريو للاعلان بتاعي لازم يكون عندي نقطتين مهمين عشان اكتب سيناريو صحيح. اول حاجه لازم ابدا بدايه قويه. الاعلان بتاعي لازم يبدا بدايه قويه، زي مثلا اقول لك على سبيل المثال، هل انت متعب من ارتفاع الاسعار؟ تعبت من ارتفاع الاسعار؟ تعبت من ارتفاع اسعار البنزين؟ تعبت من ارتفاع اسعار المواصلات؟ على الفور الجمهور هيبدا ينجذب اليك ويبدا يشوف ايه الفكره الجديده اللي انت جايبها عشان نواجه بيها ارتفاع الاسعار. تعبت من الدروس الخصوصيه؟ عندي ليك المفاجاه او عندي ليك الهديه. تعبت من كذا؟ تعبت من كذا. فلازم تكون البدايه بتاعتك بدايه قويه. الخطوه الثانيه اني ابدا اكتب السيناريو بتاعي بشكل مناسب. الشكل المناسب ازاي يا دكتور؟ اني بحط في الجزء العلوي او ما يطلق عليه الترويسه بتاعه السيناريو، اكتب فيها اسم الاعلان، ابدا اكتب فيها اسم العميل صاحب الاعلان، ابدا اكتب فيها اسم مكان او الاعلان، ابدا اكتب اسم العميل، ببدا اكتب اسم المكان واسم الايه الاعلان. بعد كده بقسم صفحه السيناريو الى نصفين او عمودين زي ما معظم الكتب بتقول، بنقسمهم الى عمودين، العمود ايمن وعمود ايسر. في العمود الايسر بكتب فيه الصوت ده في الاعلان الاذاعي، والعمود الايسر العمود الايسر بكتب فيه الصوت، والعمود الايمن بكتب فيه المؤثرات الصوتيه والموسيقى. كتير من الناس ممكن يقول لك العمود الايمن لا الصوت، العمود الايسر الموسيقى، ايا كان. المهم ان في الاعلان الاذاعي بقسم العمود، بقسم السيناريو الى عمودين، احدهم يكتب فيه الصوت والاخر يكتب فيه الموسيقى والمؤثرات الصوتيه. لكن في التلفزيون بيكتب في احدهم الصوره، في احد الاعمده الصوره، والعمود الثاني اللي هو الفيديو، والعمود الثاني اللي هو الاوديو اللي هو بيكون الصوت. تمام. يبقى انا دلوقتي علشان اكتب سيناريو للاعلان بيبقى عندي خطوتين مهمتين. اول حاجه اني ابدا بدايه قويه، اني اكتب السيناريو بشكل مناسب، والشكل المناسب ان بيكون له ترويسه، بيكون فيها اسم الاعلان، بيكون فيها اسم المعلن، الشخص بتاع المعلن، ومكان الاعلان. ببدا اقسم صفحة الإعلان إلى عمودين، عمود أيسر وعمود أيمن. العمود الأيسر فيه الصوت، والعمود الأيمن فيه الموسيقى والمؤثرات الصوتية. طيب إيه هو محتوى الإعلان في الوسائل المذاعة يا دكتور؟ الإعلان بتاعي في الوسائل المذاعة إيه المحتوى بتاعه؟ بيتكون محتوى الإعلان في الوسائل المذاعة من ثلاث نقاط رئيسية: افتتاحية، صلب الرسالة الإعلانية، ختام الإعلان. الافتتاحية هي اللي بتلعب دور مهم في الإعلان، هي زي العنوان في الإعلان المطبوع. الافتتاحية بتعمل على جذب المشاهد، بتعمل على جذب المشاهد أو المستمع بما إننا في الراديو للاهتمام ببقية الرسالة الإعلانية. كمان بتحدد الجملة البيعية الأساسية بأسلوب مبسط. كمان ليها وظيفة أخرى لا تشترك فيها مع العناوين المطبوعة، وهي فصل الإعلان عن الإعلانات الأخرى. يبقى أنا دلوقتي محتوى الإعلان في الوسائل المذاعة بيتكون من ثلاث نقاط: افتتاحية، صلب رسالة إعلانية، ختام الإعلان. الافتتاحية بتاعتي بتكون هدفها إيه؟ أولا جذب المشاهد والمستمع، جذب المشاهد والمستمع عن بقية الرسائل الإعلانية الأخرى، تحديد الجمل البيعية الأساسية بأسلوب مبسط، كمان بتفصل الإعلان بتاعي عن باقي الإعلانات الأخرى. ماشي؟ طيب صلب الرسالة الإعلانية،
ايه هو الصلب او الموضوع بتاع الرسالة الاعلانية؟ هو الجزء اللي بيتوسط الاعلان، وفيه بيتم استخدام الصوت والموسيقى ليركز على النقطة البيعية المتواجدة في الافتتاحية ويدعمها، ويدعمها خلال ايه؟ خلال كل اجزاء الاعلان حتى يكون هذا الاخير فعال. طيب رقم 3، ختام الاعلان. ختام الاعلان هو الجزء الاخير في الاعلان اللي بيدفع بالفرد، اللي بيدفع بالفرد الى اعتناق فكرة معينة محفزة على التصرف بشكل معين، وغالبا ما تنتهي بجملة سهلة الترديد او التكرار في غياب الاعلان. طيب انا بتكلم النهاردة عن محتوى الاعلان في الوسائل المذاعة، وبقول ان هو بيتكون من 3 حاجات: الافتتاحية، وعرفنا ان هي بتجذب الانتباه، وعرفنا ان هي بتفصل الاعلان عن باقي الاعلانات الاخرى، وان هي بتحدد الجملة البيعية الاساسية. اتكلمنا عن صلب الرسالة الاعلانية، وهي الجزء الاوسط منها بيستخدم فيها الصوت والموسيقى، بنركز على النقط البيعية وبيدعمها خلال كل اجزاء الاعلان حتى يكون الاعلان فعال. ختام الاعلان هو الجزء الاخير في الاعلان اللي بيدفع الفرد لاعتناق فكرة معينة بتحفزه على التصرف بشكل معين، وغالبا نهاية الإعلان بتنتهي بجملة سهلة الترديد والتكرار في غياب الإعلان. طيب علشان الرسالة الإعلانية بتاعتي تكون متميزة، لازم تحتوي على مجموعة من العناصر الآتية. إيه هي عناصر تكوين الرسالة الإعلامية؟ أولا إني أركز على جذب الانتباه. اولا اني اركز على جذب الانتباه. يبقى الرسالة الاعلانية بتاعتي عناصرها الرئيسية التركيز على جذب الانتباه. بركز على جذب الانتباه ازاي يا دكتور؟ باستعمال المؤثرات الصوتية المميزة. طيب التركيز على اثارة الاهتمام بتكرار او عرض الخصائص والمغريات والوعود المتعلقة بالسلعة او الخدمة المعلنة عنها بالطرق غير مباشرة، اي بيكون التكرار منسق باساليب متنوعة حتى يثبت اسم السلعة فين؟ في الأذهان. طيب ضرورة خلق التفضيل للسلع، ضرورة خلق التفضيل للسلع والترغيب بشرائها عن طريق سرد مزاياه. يبقى من عناصر التكوين الرسالة الإعلامية بتاعتي، أول حاجة بركز على جذب الانتباه، وده عن طريق عرض أو استخدام المؤثرات الصوتية المميزة، التركيز على إثارة الاهتمام، ضرورة خلق التفضيل للسلعة عن باقي السلع الأخرى، استخدام مهم جدا وضروري للمؤثرات الصوتية أو الموسيقية اللي بتضفي نوع من الرومانسية والديناميكية على الرسالة الإعلامية. لما أجي أستخدم موسيقى أو بستخدم مؤثرات صوتية لازم يكون فيها نوع من الرومانسية أو النوع من الديناميكية اللي بتستخدمها أو اللي بتؤدي إلى نوع من الحياة في الإعلان بتاعي. ضرورة توافر البساطة والمصداقية والخصوصية. توافر البساطة، إن الرسالة الإعلانية بتاعتي تكون بعيدة عن كل تعقيد أو مبالغة، يمكن استيعابها بسهولة، إنها عفواً إنها تكون صادقة، أي بتعبر بصدق عن كل ما هو موجود أو كل ما تمتاز به الرسالة الإعلامية بتاعتي أو السلعة اللي بيتم الإعلان عنها. كمان لابد إن هي تكون بتمتاز بالخصوصية، يبقى توافر البساطة والمصداقية والخصوصية بحيث ان تكون بعيدة عن كل تعقيد ومبالغة، بتبقى سهل الاستيعاب، بتكون مباشرة وشخصية قدر المستطاع، بتدخل في قلب وعقل المتلقي اللي بيشعر بالمعنى المراد التوصيل إليه. بكده نكون وصلنا لنهاية محاضرتنا، بشكركم وإلى اللقاء في المحاضرات القادمة إن شاء الله.